السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كي صبحتوا كلشي على خير؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ بدا كيتحرك. شكون اللي باقي ما جبدش الحوايج ديالو بحالي؟ كنت غنجبدو في العطله، ساعه العطله كيما عرفتوا كانوا عندي معلمين، دونك ما قدرتش ندير حتى شي حاجه. دابا مع الدراري مع هذا ما قدرتش، يعني كان في الحقيقه ماشي ما جبدتش الحوايج، جبدت ما بغيتش نجبد حيت كان باقي الشمس. كنقول وا سي با لا بين، بلاتي باقي غنحتاجو الحوايج الاخرين الخفاف، سي با لا بين سي با لا بين. مي دابا تحرك البرد سانسيغمون، تحرك هذا، دونك نديرو ان شاء الله شي وقيته ونجبدوهم. مهم، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ مرتاحين مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله كما طلبتوا مني وشفتوا معايا في الانستغرام، كان عندي البارح بوتيت، ماشي بوتيت انترفونسون، ماشي انترفونسون، ولكن دي انجيكسيون اللي كنت درت في رجليا، العروقه ديال رجليا. غنهضر لكم ان شاء الله على الدواء لي، وشوف انا كنهضر لكم منطلق ديما فيما كنهضر لكم على شي حاجه راه كنهضرها عليها دابخي ليكسبيريونس ديالي. ما كان انا ماشي طبيبه، ماشي هذا، ماشي حتى شي حاجه. داكشي اللي كنسمع وداكشي اللي كنشوف واللي كنبحث ولهذا راه كنحاول ندوز لكم الميساج بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. ما الناس اللي عارفين الحمد لله راه ما عندهمش مشكل. دونك غنهضر اليوم، قررت باش نهضر لكم على هذا الموضوع لانه خطير، وبزاف ديال الناس كي ماشي كيتسحب لهم، راه ما فيهش خطوره، راه هذوك العروقه ملي كيتبوشاو بالدم وداكشي راه ما فيهش خطوره. لا فيه خطوره كبيره، راك كتقدر تؤدي الى بتر الرجل، كتقدر تؤدي الى بتر الاصابع. بزاف ديال الناس اللي مساكنوا سوقتو، الناس اللي فيهم السكر، ماشي من اثر السكر، لا، من هذا لو بروبليم، وما كانوش عارفين بان عندهم هذا المشكل. وماشي بحال دابا واحد السيده مسكينه، عاوده ثانيه نيت لواحد السيده في لاصال دافونت البارح، وتلاقيتها نيت من المتتبعات ديالي، كنحييها من هذا المنبر، وبقات كتعاود لي، قالت لي بواحد السيده عندهم في العائله مسكينه كيضروها رجليها، ومي كتمشي كدوز عند جينيراليست تشوف زعما الطب، باش راه كنجي وكنرجع. والناس اللي تقلقوا ديك النهار علاش كنهضر على الطب، الطب في المغرب عندنا ما نكذبش عليكم ماشي كلشي، راه كنقولها وكنعاودها، ما كنعممش، مي لا بلوبار ما كي ما 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 عندهمش لا كومبيتونس، ما كيزيدوش القدام، ما كيمشيوش، ما كيقراوش، ما كيزيدوش، صافي كيحل الكابيني كيبقى يقلب على الفلوس ويجمع الفلوس وصافي، يعني ما كيزيدوش القدام. مي كاينين الناس اللي تبارك الله كيمشيو دي كونغري دي كونفيرونس، كيحضروا كيقراو كيزيدوا القدام منهم. نيت هاد الدكتوره انا غادي نزيد غنحكي لكم عليها وغنقول لكم عليها، راه ما عندي حتى شي علاقه بها، وماشي لا بيبليسيتي، وماشي حتى شي حاجه. انا كما تعرفت عليها في ميد غاديو، سمعتها في ميد غاديو وسمعت ليها، وداك من سمعت ليها عرفتي راه ما نكذبش عليكم شدتني خلعه، لان انا اصلا كان عندي لي فاريس شحال هذه قبل كاع حتى ما نولد شهد، ومشيت دوزت وقال لي خرج لي داك لي با وخرجوا لي لي غاديو داكشي، المهم هذا، وقالوا لي لا خصك ما توقفيش بزاف، ما تجلسيش بزاف. المهم انا ما ديتاش فيهم صراحه، شرح لي الطبيب نفس تقريبا نفس هاد سميتو، ولكن ما ديتهاش فيهم، ولكن مي سمعت هاد الدكتوره راه ما نكذبش عليكم راه شدتني الخلعه، وبقيت واخا هكا بقيت كنتماطل شنو اللي داني عندها، وهو رجلي فاش ضراتني. يعني موضوع مهم بزاف، يعني ما تستهنوش به، ما تقولوش لا صافي غير لي فاريس، راه صافي غير ديك خطيطات، صافي غير استيتيك، لا ماشي مشكل انا راه مغطيه وراه دايره الحجاب وراه ما كيشوفني حد، ولا راه ماشي كاستيون ديال ما كيشوفك حد، راه انت راه خطير هذا الموضوع، راه خطير بزاف هاد لي فاريس. يعني بغيت البنات اللي ما عارفينش الخطوره ديالو باش يفيقوا ويمشيو ويدوزوا ويشوفوا شنو المشكل اللي عندهم. المهم لقيت تفاعل كثير، داكشي من درت البارح في الانستغرام لقيت تفاعل كثير، وقلت ضروري ما نهضر في هذا الموضوع، وانتم طلبتوا مني باش ندير حلقه، وقلت ضروري. انا في الحقيقه كنت غنديرو، ولكن كنقول بلاتي تنجمع هذا ونقول سميتو ونكمل لي سيونس ونقول لكم ابري وافون داكشي زعما هذا. مي من شفت الناس بزاف قالوا لي عافاك ديري لنا، قلت بوكوا با نبداو بهذا الشيء. دونك البنات كما قلت لكم انا هاد الدكتوره سمعتها في ميد غاديو، المهم خلعتني ما نكذب سانسيغمون، وفي حقيقه تمطلت، واخا تخلعت تمطلت يعني غير مع الدهاوي ديال الدنيا وهذا 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 من هذه، يعني ما مشيتش ديك الساعه في الحقيقه، ولكن جاب ربي السبب باش مشيت. كما قلت لكم البنات النهار اللي قلت لكم لعبت الرياضه هنايا عندي في الدار ودرت ساعه وحسيت بالدوخه، ياك عقلتوا على داك النهار؟ وهذاك النهار راه كان وقع لي مشكل في رجليا، انا من بقاو عندي لي دولور مشيت قلت انا يمكن راه مشكل ديال الدوالي، يعني لي فاريس. من مشيت لعندها دوزات لي قالت لي لا سانا غير افواغ، عندك لي فاريس، ماشي ما عندكش لي فاريس، عندك مشكل ديال لي فاريس، ولكن ماشي هما اللي دارولك، هو مشكل ديال ليغامون، هو اللي
يعني كتسمى طوندينيت، بحال تجبد هذاك الليغامون اللي عندنا، تجبد بزاف، فورسيت عليه. زعما انا حسيت براسي داك النهار بحال جاني واحد الحماس وجاني هذا، وما عرفتش، وخدمت في الحقيقه بجهاله، ما عرفتي ملي كتكون عندك واحد الحماس كثير ما كتشعريش. المهم احنا عندنا في الركبه ديالنا عندنا 5 ديال لي ليغامون، عندنا 3 القدام وجوج، واحد من هنا واحد من هنا على اليسار، واحد من الداخل من الركبه واحد من الخارج. يعني هذاك الخارج هو اللي كان بحال تجبد بزاف. المهم عطاتني لي ميديكامون، عطاتني دي اونتي انفلاماتوار، عطاتني دي بوماد بوندون جو كخوا 10 جوغ، ما عقلتش اكزاكتومون، المهم شي 10 جوغ بحال هكداك. وقالت لي واش بغيتي تداوي على لي فاريس ديالك، راه عندك لي فاريس، واش بغيتي تداوي عليه؟ قلت لها في الحقيقه انا جيت وشحال هنا، ماشي كنتهرب، غير كنتهاون، جيت دونك نرجع ونداوي على لي فاريس ديالي. المهم طلعت فوق واحد بحال الشكل ديال لاشيز، كتاخذ واحد بحال اون لومب فيها الغوج، واحد لاباغاي دفات الضوء. اش نقول لكم، عطي واحد المنظر، العروقه ديالي كيبانوا في هذاك سميتو، داك الشيء كاتاستروفيك، كتبين لك هذه هاد لا لومب، ما عرفتش شنو كيسميوها، مي هذه كتبين لك شنو العروقه اللي شنو لي فاريس اللي عندك، شحال ديال لي فاريس عندك في لو كور ديالك كامل. دونك بقات كدوز كتقول لي ها انت شوفي هنا شوفي هنا اش عندك اش عندك اش عندك. خذات واحد الـ واحد الـ هذا بحال الشكل ديال لا راديو. المهم دارت واحد لو شيما مع دايره هذوك ديال لا ميتويل، دارت بحال هكذا كما كتشوفوا. حيت ما حيدتوش حيت شاده بالغرافوز. دونك ها شحال عندي ديال لي فاريس، هذاك الشيء كله اللي مكتوب بالستيلو، هذا الشيء كله خصو يتحيد. دونك دارت هذا، دارت لي لا راديو ليكوغرافي، بلوتو ليكوغرافي عندها في الكابيني، دارت لي لا راديو، دارت هاد لاباري ما عرفش بالضبط واش كيسميوها راديو ولا كيسميوها ما عرفش اكزاكتومون. المهم كتبين لي فاريس وداك الشيء. قالت لي واش نبداو لي تريتمون، قلت لها ما نكذبش عليك، نبداو لو بلو تو بوسيبل نبدا. يعني كنت مشيت عندها لو 31، كان سيتي ان فوندردي، الجمعه كنت مشيت عندها الجمعه الثلاث، بديت معاها لا بروميير سيونس يعني البارح. صافي المهم مشيت عندها انا باش نعاود البنات كومون سا سباس. المهم دوزات لي كونسلطاسيون، دوزات لي هذا شنو خصك ديري شنو خصك ديري. قالت لي خصك تشري واحد ليبا، هاد ليبا في الحقيقه كانوا عندي مني خرجوا ليا الطبيب الاول، هادو طالعين حتى الفخذين يعني فوق، ها نتوما كما كتشوفوا فيهم بحال واحد الاستيك هنايا كيتشدوا طالعين، هما في الحقيقه كيزيروا على الرجل، انا ما كنتش كنديرهم لان كان كيزيروا عليا، وراه كتعرفوا بعد خطره قلت العقل. المهم ها هي لا مارك ديالهم، انا ماشي لا مارك، راه شحال هادي جي شريتهم يعني، ما هذا المهم كاين غيكونوا دابا راه حيت شحال هادي غيكونوا بزاف. خديت جوج الالوان، كاين فيهم الالوان، كاين فيهم واقيلا الابيض وكاين فيهم بلون كاسي، خديت البلون كاسي وخديت النوار باش نبدل، يعني نهار كتلبسيهم وداكشي كتصبنيهم وتحطيهم، ومن الاحسن يصبنوا باليد ما تسخشهمش في لا ماشين. صافي وتنشرهم جو كخوا تنشرو في الظل ماشي تنشرو في الشمس باش ما ياثروش عليهم. المهم صافي قالت لي، المهم دوزات لي وداكشي، قالت لي خصك تلبسي لي با، يعني ما خصكيش توقفي بزاف وما خصكيش تجلسي بزاف. بالنسبه للبنات البارح فاش صفت لهم في الانستغرام، كاينين بعض السيدات اللي قالوا لي وياك تديري هذا الشيء راه كيرجع، هو كيرجع الى ما كانتش عندك واحد الايجين دو في مزيانه، داكشي اللي خصك تتبعي. يعني شنو هي الايجين دو في مزيانه؟ وهو انك ما خصكيش توقفي بزاف، راه داكشي اللي كيوقع ليا حتى انا كنوقف كنسى راسي، يعني الحاجه اللي ممكن تجلسي فيها وتخدمي فيها جلسي فيها، وما تجلسيش عاوتاني بزاف. الناس اللي كيجلسوا في البيرويات وكذا عندهم الخدمه ديالهم قاتين بزاف، على الراس كل ساعتين ينوضوا يتمشاو واحد 10 دقائق واحد هذا الدور، باش الدور الدم باش يدور لهم في لو كور ديالهم، و يعني باش يدور لهم الدم في سميتو باش يدور لهم الدم مزيان في لو كور ديالهم. دونك عاودوا يجلسوا، يعني ما تجلسوش بزاف وما تقصوش ما توقفوش بزاف. واللي عنده المشكل ديال لي فاريس يلبس هاد لي با النهار كامل من الصباح حتى العشيه. صافي هادشي اللي نقدر نقول لكم، يعني هما كيرجعوا الا نتوما ما تهليتوش في راسكم، ما تبعتوش لي كونسين ديال الطبيب ديالكم. والانسان خصو يدير الرياضه ديالو على الاقل، على الاقل اللي ما قدرش المشي نص ساعه، كل نهار نص ساعه ديال المشي باش الدوره الدمويه كدور مزيان.
كما قلت لكم مهم بالنسبه للعروقه راه ما كنشرحتها لكم في الاول. العروقه كيتبوشه وكيولي بحال الدم كبد في هذاك العرق، ونورمالمون العروقه خصهم يدوز فيهم الدم كيمشي وكيدوز كيمشي لرجع القلب عاود كيرجع وعاود كيرجع، فهمتي؟ في العروقه يعني ما كيكون هذا المشكل الدم ما كيطلعش مزيان، يعني كيقدر الله يستر يوقع جلطه قلبيه، يقدر يوقع كيتبوشوا لك العرق صافي وتكون واحد السكته قلبيه كما قلت لكم بطر ديال الرجل ولا ديال الاصابع. الناس بزاف اللي ما كانوش عارفين مساكن صراحه. مهم انا البارح مين مشيت غنعاود لكم على لا سيونس. البارح مين مشيت دخلت عندها صافي كتمسح لك هذاك لا بارتي بالالكول، بعد خطرات كتطفي الضو وكدير هذيك لاباري اللي قلت لكم ماشي بحال لامب في الغوج باش كيبين لها العرق وداكشي فين كاين، بعد خطرات كتشعل الضو كدير واحد لامب بيضاء. المهم انا حيت كنت متكيه على جنبي غير كندور وجهي مره واش كنشوف صافي، وكدير داك لانجيكسيون ديال ليباري صراحه كاينين شي بلايص كيضروك وكاين شي بلايص ما كيضروكش على حسب وقيلا داك الدم اللي مكبد. كاين شي بلايص راه عتي راه بحال لا كتحسي، ولكن خص الصبر يعني الانسان. حنا الحمد لله راه ولدنا وراه بزاف د الحوايج راه يعني كانت دي دولور كثيره اكثر من هذا الشيء. المهم خص الانسان صبر. المهم تقريبا واحد 10 دقائق دارت لي دو سيونس في سميتو، حيت قلت لها ديري لي ماكسيموم زعما هاد لي سيونس اللي يمكن لك ديري. كتجي وكتسناي وداك الشيء، مع هما كيبداو حتى ل 10 عندهم كيبداو حتى ل 10 وكتجي كتسني الدور ديالك واخا كتاخدي رونديفو كاين اوتور دو رول، يعني النهار اللي غتمشيو فيه خصكم تدخلوا داك النهار. انا ما عندي مشكل ديال الوقت وعندي راكم كما كتعرفوا، دونك هادشي اللي كاين البنات. دونك صافي من سالات صافي سالات قالت لي واش حسيتي، قلت لها المهم مره كتقول لي واش صافا صافا. دارت لي واحد البونداج كدور لكم على رجليكم، هذاك البونداج ديما كديوه معكم ملي تخديتو عندها من الكابيني، كتجيبو معكم فيما كتهدا وكتلبسوا لي با ديالكم كتبقاو به النهار كامل. مي كتسالي كتلقى فيه شويه ديال لو سون، خصو يتصبن باليد ويتحط ماشي تنشر، هادشي اللي شرحات ليا. مهم هاد لي سيونس كما سولتوني البنات دايرين لا سيونس دايره ب 600 درهم 600 درهم يعني 12 ريال، سي رومبورسابل عمرات ليا لا ميتويل. بالنسبه للناس اللي ما عندوش لا ميتويل هي اللي غتجيهم شويه قاصحه، ما عرفتش واش الناس اللي ما عندهمش لاميتيول واش مي كيمشيو عندها واش كتنقص ليهم ولا ما كتنقص ليهمش. ما نكذبش عليكم انا عندي لاميتيول ما ديسكوتيش مع هذا الموضوع. كما قلت لكم الطبيبه عجبتني بزاف، كتناقش معاك كتعطيك وقتك في لا كونسلطاسيون، كتاخذ وقتها في لا كونسلطاسيون ماشي داك دوز وسير ودغيا وهذا، كتحسي بالكابيني ديالها زوين فيفون واحد الكابيني غزال. دابا تمشيو ان شاء الله وتشوفوا الدكتوره في المستوى كتحسي بها نيت اصلا عندها لو مو بروشان عندها واحد الكونغري، لان انا كنت بغيت ناخذ الرونديفو الثاني عطاوني حتى لو مو ديال ديسمبر، دونك عندها واحد الكونغري. دونك يعني هنا كتعرفوا بان راه كتمشي كتقرا كتزيد القدام كتحضر لي كونفيرونس كتهضر هذا. هنا هادو هما الاطباء اللي غتثق فيهم اللي كيمشيو كيزيدوا القدام ما كيكتفيوش باللي ديبلوم ديالهم ويحلوا الكابيني ويبقاو يدخلوا غير الفلوس وصافي، هادو هما الاطباء اللي كيزيدوا القدام. المهم كتعطيك وقت، انا كنبغي هاد الاطباء اللي بحال هكذا اللي كيعطيوك وقت وكي كتحسي به كي السؤال اللي طرحتيه ماشي كيبقى، حيت كاين شي طبيب كتمشي كتسولو كيبقى بحال كي هو حيت عارف بحال كيستهزئ زعما هاد الاسئله اللي كتعطيني ولا ما كتحسي به ماشي اليز. مي هي الحمد لله السؤال اللي سولتيها كتجاوبك زعما صراحه ارتحيت ليها. انا شو مي كنشوف شي طبيب كنرتاح كان صافي كنزيد القدام واخا كنخاف بعض الخطرات من هكا من هكا كتقول عندك وهذا كتخلع. مي كتشوف شي هذا يعني طبيبه اللي يمكن لكم تثقوا فيها، هذه اللي بغيت نوصل لكم طبيبه اللي كتقول لكم تثقوا فيها. المهم انا راه ما كنديش لا بوبليسيتي، انا راه كنقول لكم ديما اي حاجه اي بلاصه مشيت ليها راه كنقول كانت خايبه كانت مزيانه. لو سول بروبليم اللي عندهم هو لي رونديفو، هما كيديروا نهار الثلاث هما اللي كيديروا هاد لي زانترفونسيون ماشي انترفونسيون هاد لي انجيكسيون، ولكن غادي زعما يعني ما كيتعطلوش يعني كانوا جوج الناس قدامي تقريبا شي نص ساعه بحال هكا كود زعما صراحه. هذا هو اللي سميتو بالنسبه للناس اللي خدامين ما عرفتش كومون سا سباس. المهم غادي ياخذوا داك لا جورني ولا داك دومي جورني وتعطيهم سيرتيفيكا باش يديوها الخدمه ديالهم. المهم
هادشي اللي كاين البنات. دونك انا درت هذا من بعد من جيت في حقيقه ما حسيت بلا دولور لا حتى شي حاجه. من جيت كنت كنقول زعما ياك ما الدواء غياثر عليا، جيت وقفت عادي في الكوزينه جيت لبست ليبا ديالي في الحقيقه، حشمت مزيان لبست درت عقلي، ما قلت ما ماشي ندير الدواء ونخسر الفلوس ونخسر هذا ونخسر وقتي وفي الاخر نرجع باللور. دونك خصني نسمع كلام ديال الطبيبه ونمشي. لبست ليبا ديالي قيلت بها النهار كامل، حسيت بها جيناتني لان لا بروميير فوا داك ماشي لا بروميير درتها ولكن ما كنتش يعني شحال هادي حسيت بها جيناتني، ولكن ولفتها من بعد صافي ما كتبقاش تحسوا بها، كتلبسوها من تحت السروال ديالكم. قالوا لي كاينين لي با اللي تل على حسب كل واحد على حسب فين عنده العروقه، كاين اللي يجي تل الركبه كاين اللي كيطلعوا له تل هنايا، انا حيت عندي مازال طالعين حتى الفوق. كاينين لي با اللي كيتلبسوا بحال لي با ديال البنيتات الصغار اللي بحال فيهم لي با سليب فهمتي، كيطلعوا حتى الفوق. هذوك في حقيقه غادي نقلب عليهم وغادي نشريهم باش نكون اليز بما هادو ما بقاش يديروجيني في هذه الجهه ديال الفخذ. دونك البنات انا عاودت لكم بحال كنعاود لخواتاتي بحال كنعاود هذا. الغرض من هذا الفيديو هو نفيق الناس اللي ما عارفينش مخاطر ديال لي فاغيس. الله يخليكم البنات، حاولوا تدوزوا حاولوا تشوفوا هذا المشكل لان راه خطير جدا ما تستهنوش به. دونك هذه ان شاء الله عندي لا دوزيام سيونس لان قلت لكم هاد الشهريه ما كايناش في لو موا ديال ديسمبر ان شاء الله باذن الله. صافي كما قلت لكم رجعت من رجعت ما حسيتش بلي دولور، ولكن من حليت البونداج لقيت واحد الزرقيه. من قلتها البنات في الانستغرام اللي فايتين دايرينها قالوا لي سي تو طافي نورمال ما تخافيش راه ديك الزرقيه نورمال ديال الدواء وداكشي من بعد كتختفي. عرفتي بحالاش؟ بحال ملي كتكوني مثلا غاده وضربتي شي دقه مثلا رجليك ولا يديك في شي طبله ولا شي حاجه ضربتي بها، وملي كتكون كتبرا يعني كتكون ديك الزرقيه اللي فيها الموف والزرق والخضر جميع الالوان قوس قوس يعني هذيك سميتو. قالوا لي يعني ما تنحس بحتى شي حاجه نهائيا غير ديك الزرقيه. قالوا لي البنات راه اللي فايتين مجربين قالوا لي راه غادي يمشي مع الوقت مع لو طون راه غادي يمشي ما غاديش يبقى فيك هذاك الزرقيه. دونك هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى يا ربي تكونوا فهمتوني، كنتمنى بزاف البنات تدخلوا الله يعطيكم السر. بارطاجيو مع العائله ديالكم مع الاصدقاء ديالكم. مع راه شوف هاد المشكل راه خاص بالنساء والرجال، راه ماشي غير بالنساء، راه حتى واحد الراجل كيدير نيت. بقيت كنهضر معاه على لي سيونس بقيت شي عاوديه وداكشي حيت فايت هذا، قال لي راه رجلي كانت منفوخه ليا بزاف ودابا الحمد لله بخير كنحس. راه شحال من سيونس هو دار كنحس براسي بخير، وليت كنتمشى مزيان. الناس اللي كيتنفخوا ليهم رجليهم راه من هذا المشكل، راه هذا هو المشكل ديال الدواء اللي كيتنفخوا رجلين. انا راه عتي تصوروا ملي كنمشي بزاف ولا هذا يدي كيتنفخوا ليا ورجلي كيتنفخوا لان الدم ما كيكدورش مزيان كوم يلفو لي خص كيف ما خصو يدور. يعني كما قلت لكم راه خاص بالرجال وخاص بالنساء، يعني ما تستهنوش بهذا سميتو. حاولوا الله يعطيكم السر. بارطاجيو. انا ما عمري ما اكدت عليكم كنقول لكم بارطاجيو مره واحده، دابا كنقولها لكم بارطاجيو بزاف ما بين الاصدقاء العائله كاع الناس اللي كتعرفوا باش يدور هذا لا فيديو باش يشوفوا الناس باش تعم الفائده، لان موضوع مهم. راه انا زعما الحاجه اللي كضرني واللي كسميتو ما بغيتش حتى نتوما تضركم. دونك هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو. الا عندكم شي اسئله مهم انا راه كنحاول نقطع ونوقف ونتسنى ونشوف شنو كنتفكر باش نقول لكم كل شيء. يعني هادشي اللي مريت منه راه هو اللي كاين هو اللي عارفه. يعني اسئله ما كنظنش غتكون اسئله مي بوكو با نكون نسيت شي حاجه ولا هذا. دونك الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بكم في القناه ديالي، ما تنساوش تنخرطوا ما تنساوش تبارطاجيو ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني. وشكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل، شكرا على لي كومونتير الزوينه ديالكم بحالكم وهلا خطيكم عليا. اي ا لا بروشين فيديو. السلام عليكم.